السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة طبخ فايزة. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احوال جيدة وتكونوا على خير يا ربي. الا كنتوا اول مرة كتشاهدوا الفيديو، ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات ديالي ان شاء الله. اليوم غادي نديروا التتمة ديال الفيديو السابق، يعني غادي نديروا تزيين للصابلي ديالنا، الصابلي اللي صوبت معكم في الفيديو اللي قبل. يعني غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف ديال عجينة الصابلي والطريقة ديالو. اليوم غادي نزينوه بواحد الاشكال، يعني بواحد الطريقه جميله وراقيه وفي نفس الوقت سهله وبسيطه. بقاو معايا تشوفوا الطريقه والمراحل ديال التزيين ديالو، ونتمنى يعجبكم الفيديو، فرجه ممتعه ان شاء الله. يعني في الاول الصابلي ديالنا هو طيبته البارح، غطيته بهذا البلاستيك الغذائي، ضروري تغطوه ملي ما تخدموش في نفس الوقت، يعني باش على الغبره وعلى الرطوبه هكا باش ما يرطبش. وكنوجدوا لي موتيف ديالنا باش غادي نزينوه، يعني هادو ديال الشوكولاط. هنايا كديروا الاشكال اللي عجبوكم. انا صوبت هنا هاد الدوائر هادو، وهاد البابيون هادي حتى هي فهاد الشكل كتجي زوينه، وهاد الشكل اخر ديال كيجي على شكل حبات القهوه، يعني الشكل اللي عجبوكم كديروهم. وهاد الخليط الاحمر هذا والكوك محمر، اللوز مهرمش والجليكوز، يعني والبانسو باش غادي نخدمو. في الاول غادي نبداو بهاد الشكل هذا ديال هاد الوريده، الخليط ديال الجليكوز باش كنلصقو. كنديرو الا كان الناباج ديالنا قاسح كنديرو معلقه ديال الناباج ومعلقه ديال الجليكوز، الا كان جاري كنديرو جوج ديال الجليكوز وحده ديال الناباج. يعني هذا هو العبر باش يجيكم مزيان ويلصق مزيان. كنحطو هاد الدائره هادي ديال الشوكولاط بهذا الشكل هذا، وكنديرو ليه هاد الجوانب في كاوكاو مهرمش ولا زنجلان ولا اللوز مهرمش ولا يعني الحاجه ولا الفيرميسي الملون، يعني الالوان، يعني الطريقه الحاجه اللي عجباتكم كتزينوا بها، عندكم الاختيار. هي كتجينا على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه. بالنسبه للزين الاخر غادي نديروا هاد لا جولي هادي، غادي نديرها بهاد لا سورانغ هادي، كتجينا عمليه باش ما يتشلخ ليناش الجناب. اللي كتحتفظوا بها هادي ديال الدواء كتعقموها وتخليوها لهاد الغرض، يعني ولا دوك القرعات ديال الكيتشوب حتى هما كيخدموا مزيان، يعني شي حاجه هكا اللي تنقي لينا وتخدم بلا ما يتجلخوا لينا الجوانب ديال الحلوه يعني يجي المنظر ديالها ماشي جميل. نعاودو نعمرو بهذا الشكل هذا. يعني حتى كنساليو كاع الكميه اللي عندنا بهذه الطريقه هذه، يعني كنديرو كوكو في الجناب وكنديرو هاد لاجولي هذه في الوسط، كتجينا هكا المنظر ديالها زوين. هنا هي كتشوفوا ملي سالينا هاد العدد هذا كيجيو على هاد الشكل. دابا غادي ندوزو للشكل الاخر، يعني غادي ناخدو هذا اللي فيه هاد التقيبه في الوسط هكا، يعني هذا كنلصقو جوج كندهنو ليه حتى هو غادي نزينوه بالكوك. يعني الكوك حمرته في المقله، بقيت كنحركو بالمعلقه حتى يعني حتى تبدل اللون ديالو ولا ذهبي، يعني ما كنخليوش الكوك ابيض، كنبقاو نحمروه حتى كيولي شويه اللون ديالو هكا محمر كيبان. وكنديروه دائما هو ولا زنجلان ولا يعني كتزينو باي حاجه عجباتكم، وكنبقاو نعمرهم بهذا الشكل هذا. نحاولوا دائما نبقاو ندهنوا هذوك الجوانب ديال الحلوه باش يشد فيهم مزيان الكوك، وكنحطوها. غادي نزيدو وحده اخرى نفس الطريقه، يعني دائما البانسو كنبقاو نديوه مزيان ونجيبوه في الجوانب باش يشد لينا هذا، يعني الجلوكوز وهذا الخليط هذا واخا تكثروا راه ما كيأثرش على الحلوه، يعني كتبقى مقرمشه وكتبقى في الشكل ديالها، بعكس الا دهناها بالكونفيتير بوحدو يعني كيرطبها شويه. صافي بهذه الطريقه هذه وكنحطو. دابا غادي نهزو هذه اللي كتكون يعني ما فيها ما متقباش، كتكون كلها عامره، كندهنوها بهذا الشكل هذا حتى هي بنفس الخليط. نركزو على الجوانب بزاف باش تشد لينا الحلوه، يعني ملي كنخليوه واحد شويه راه كيلصق وكينشف. صافي كنلصقوا عليه داك النصف الاخر. ها هي كيجي الشكل ديالها هكا زوين. من بعد غادي نساليو ليها يعني نساليو ليها التزيين ديالها، غادي نزيد وحده اخرى. كندير معكم هنايا بجوجات يعني باش تزيدوا تشوفوا اكثر وتفهموا اكثر. نتمنى تعجبكم الطريقه ديالي. يعني هنا حنا لصقناها، غادي نحطها
هنا هادي باش غادي نعمرو، يعني ما بغيتش ندير الاحمر، بغيت ندير هاد اللون. هنا عندنا الكونفيتير واحد الكميه مع واحد المعلقه ديال سكور كلاصي ومعلقه ديال الناباج، يعني سكور كلاصي في واحد الكميه ديال النشا كتعطينا هذيك الخطوريه، والناباج كيعطينا هذيك اللمعه، كيجي كيلمع ما كيجيش. يعني بنفس الطريقه كنبقاو نعمروهم هذيك الحفيرات حتى كنعمروهم مزيان. يعني دائما راه في الخليط الاول لا جولي الحمراء وهذه، يعني دائما كنديرهم شويه فوق العافيه، كدوز عليهم واحد الغليه كنحيدوهم باش ملي ينشف كيبقى لينا، واخا كدير عليه صبعك ما كيلصقش وما كيسيحش. يعني هذه المعلومه هذه نسيت ما قلتهاش في الاول، ملي كتغليوه واحد شويه واحد غير شويه غير كدوز عليه هذيك الغليه وكتشوفوا هذوك الفقاعات كنحيدوه. يعني راه كيجي ملي كيبرد كتحط عليه الصبع ديالك ما كيبقاش يلصق فيه. هنا غادي ندوزو للشكل الثالث اللي هو هذا المربع هذا، غادي ندهنو حتى هو بالخليط ديال الجليكوز والناباج، وغادي نلصقو فيه هذوك الحبيبات ديال القهوه. يعني كتلصقهم بالطريقه اللي عجبتكم، يعني اي طريقه، بغيتو ديروهم في الوسط، بغيتو ديروهم في ديرو اربعه وكديرهم كي وحده كتشوف في الاخرى في الوسط، يعني اي شكل عجبكم كديروه. كتلصقهم بهذا الشكل هذا وكنديروا ليه كاوكاو. يعني هانتوما كتشوفو كيجي زوين، والتانية حتى هي نفس الطريقة. كنحطو الحبيبات ديالنا ديال الشكلاط اللي على الشكل ديال حبة القهوة، يعني هانتوما كتشوفو كاينة بهاد الطريقة هادي، وكاينة هادو اللي وحدة قدام وحدة، يعني اللي يعجبكم كديروا بجوجهم كيجيو زوينين. وبنفس الطريقه كنديروا ليه كاوكاو مهرمش، وكنكملوا حتى كنساليو الكميه كاع اللي عندنا. هانتوما كيجي رائع وكيجي زوين بهذا المنيطر ديالو، كيجي الشكل ديالو كيجي راقي. هنا غادي ندوزو للشكل الثالث اللي هو هذا القليب هذا، يعني تقريبا نفس العمليه، غير هاد لي موتيف ديال الشوكولاته اللي مختلفين بعض الشيء. كديروا الشكل اللي عجبكم الشكل اللي بغيتو، ما هما نفس العمليه ونفس الطريقه. غادي نحطوا هاد البابيون هادي بهذا الشكل هذا في القنت، وكنديروا ليه كاوكاو. ها هي كتجي زوينه، نزيد واحده اخرى. يعني في هذا الشكل هكا ديال هذا القليب هذا، من الاحسن تخدموا هذيك داك البابيون ديال الشوكولاط نديروها في نفس الجهه كلهم، باش ما يجيناش مره هي في اليمين مره هي في اليسار. نحاولوا ما امكن نديرهم في واحد الجهه باش يجينا في الحطه ديالو في البلاطو، ولا يجينا زوين ما يجيش مختلف. وصافي احنا كملنا هذا الشكل الثالث حتى هو. يعني انتوما شفتوا انتوما جايين في صف واحد، يعني ماشي بحال الا حطيناهم مره في اليمين مره في اليسار كيجي المنظر ديالو ماشي هو هذاك. ملي تحطهم في البلاطو ما كيجيوش مزيانين. هنا يعني درت الشكل ديال حبات القهوه حتى هي، درتهم في الابيض، يعني غير بقى تسالى ليا الشوكولاط. وفاش زدتو في اللون الابيض حتى هو غادي نديرو نكمل هذا المربع هذا. يعني صراحه هذا كيجي كيشبه لهذيك الودعه ولا الغلاله ولا اش كيقولوا ليها، ان الحبه ديال القهوه كتكون قويه. هنا كنديروا ليه الكوك محمر بهذه الطريقه هذه، يعني حتى هذا الشكل كيجي زوين. المهم كتبدعوا في الاشكال اللي عجبوكم كديروهم وصافي، يعني كتاخذوا فكره وكديروا الشكل اللي عجبكم والشكل اللي متواجد، يعني هذوك ديال الشوكولات دوك لي مول الشوكولات اللي متواجد عندكم كتخدموا به. كنحطو بهذا الشكل هذا، يعني هانتوما شفتو كيجي زوين. صافي حنا سالينا الاشكال اللي عندنا، غادي نحاولو ما امكن ندخلو الكوك في دوك الجوانب ديالو. ولا بغيتو ديرو زنجلان غادي يكون حتى هو احسن. يعني انتما كتشوفوا ملي كنحطو في الطبسيل كيجي على هذا الشكل هذا زوين.
هو مشكلة ديالنا يعني هما سالينهم كيجيو على هذا المنظر هذا، كيجيو راقيين ورائعين. هانتوما كتشوفوا تبارك الله الكمية اللي عطانا هذاك الصابلي، يعني كمية معقولة. وحتى هذا الا بغيتو ديروا غير هذا اللوين هذا، ما ديروش الاحمر. هانتوما كتشوفوا مستفين، والحبة كتجي نفس الشكل ونفس القياس، يعني ما كيجيناش شي حاجة عوجة ولا شي حاجة كبيرة ولا شي حاجة صغيرة، كيجي كله نفس الضيقة ونفس القياس ونفس، يعني كيجي المنظر ديالو رائع. تبارك الله داك الصابلي راه عطانا كمية وفيرة بزاف، نتوما شتو هذا هو العدد، يعني حتى حبة ما ناقصة ما ضاعت ما تحرقات، يعني داكشي اللي كاين هو هذا. وهادو هما الأشكال ديالنا، حنا ساليناهم. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، هو التزيين ديال الصابلين. نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا الجيم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. ولا كان شي سؤال هكا بخصوص هاد الصابلي هادي ولا هاد الحلوة حطوها ليا في التعاليق. ونتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا جيم واشتراك. وإلى فيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.